التحليلية من الميادين، الهبة الشعبية في منبج تجبر الإدارة الذاتية على التراجع. بعدما أوقفت التجنيد الإجباري وفرضت محاسبة مطلقي النار، هل يتردد صدى هبة منبج في شرقي الفرات؟ السيد نصر الله يلوح باستيراد الوقود من إيران، والعراق يوافق على دعم لبنان نفطيا. أي بدائل أمام لبنان لمواجهة الضغوط الأمريكية ورفض التنازل عن الحقوق؟ الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، هل من رابح وخاسر في هذه الجولة؟ أزمة اعتقال مصلح سياسية أم قضائية؟ وفي قضية اليوم، بين معركة الوعي والهزيمة الميدانية، قلق تل أبيب يتنامى. إقرار إسرائيلي بالهزيمة في ميدان الوعي، لماذا خسرت تل أبيب معركة الرأي العام رغم سطوتها إعلاميا؟ لم تجد الإدارة الذاتية بدا من التراجع أمام الهبة الشعبية في منبج. الهبة نجحت في تحقيق مطالب أساسية لأهالي المنطقة، فهل يتردد صدى ذلك على الحراك الشعبي المستمر شرقي الفرات رفضا لسياسات الارتهان والأمر الواقع؟ أكثر من نصف الطريق اجتازه أهالي منبج للتخلص من سيطرة الإدارة الذاتية الكردية والهياكل التنظيمية التابعة لها على أكبر التجمعات السكانية في ريف حلب. هبة شعبية قلبت المشهد، أوقفت التجنيد الإجباري وفرضت محاسبة مطلقي النار ونبهت للتمييز ضد المكون العربي. حصيلة دسمة تلقفها المنتفضون في مطالبهم للتخلص من أشكال الهيمنة وأدلجة التعليم والمجتمع. منبج لها خاصية خاصة بسبب أن كون المكون العربي يشكل 88% من سكان منبج، وإن تم الدخول إلى منبج كما يعني نلاحظه الآن من قبل العشائر العربية والتي معظم أبنائه داخل مدينة منبج، سيكون له تأثير كبير على باقي المناطق أو باقي مؤسسات الإدارة الذاتية. تفاعل شعبي مرتقب في مدن شرق الفرات الخاضعة لقصد، أحيت احتجاجات منبج جذوة تململ شعبي امتد من ريف دير الزور الشرقي حتى ريف القامشلي والحسكة خلال أشهر مضت. عناوين مطلبية في ظاهرها، لكنها تمتد عميقا رفضا لسلطات الأمر الواقع والارتباط بالاحتلال الأمريكي ونهب الثروات النفطية. هذه العشائر ترتبط بعضها مع بعض ابتداء من الحدود العراقية حتى مدينة حلب، لذلك ستتأثر بشكل أكيد، وليس بمعنى التأثير فقط إنما بمعنى أن تكون هناك استراتيجية واضحة بين قادة هذه المكونات الاجتماعية والعشائرية والتنسيق فيما بينها ليكون هناك موقف أكثر تأثيرا وأكثر قوة في الأيام القادمة. نجاح المحتجين في منبج مهد الأرضية للسوريين الخاضعين لسيطرة الإدارات الذاتية شرق الفرات في رفع سقف مطالبهم، مطالب تستند إلى رفض أجندات انفصالية تحتمي بالأمريكي وتعرقل التقارب مع دمشق. رفع المظالم عن أهالي منبج ومنطقة شرق الفرات يتجاوز بالتأكيد المطالب المعيشية والخدمية على أهميتها إلى رفع عنوان طرد الاحتلال من تلك الجغرافيا وعودتها إلى سيادة الدولة السورية بحراك شعبي متكامل أو عبر تفاهمات وحوارات طال انتظارها. محمد الخضر، دمشق، الميادين. مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، ماذا حقق أهالي منبج من احتجاجاتهم على ممارسات وسياسات الإدارة الذاتية؟ رانا، حققوا الكثير عبر هذه الهبة الشعبية التي دفعوا خلالها 8 شهداء في مواجهة مجموعات الأسايش الأمن الداخلي لقصد ولقصد. أهم ما حققوه هو وقف العمل بالتجنيد الإجباري وإحالة هذا الموضوع للدراسة، في إشارة إلى تحقيق هدف كبير جدا يستهدف مئات وربما آلاف الشبان في منبج والقرى التابعة لها. وريف منبج هو ريف كبير جدا يضم عشرات القرى والبلدات، هذا معطى أول وأساسي.
الجانب الآخر الذي حققوه هو الالتفات إلى موضوع التمييز ضد العنصر العربي، ثم هناك نصائح من الأمريكان، من المستشارين الأمريكان لقوات قصد بالانتباه والالتفات إلى هذه الهبة الشعبية، بمعنى محاولة إرضاء هؤلاء ولو كان ذلك بأمور معيشية تبدو ظاهريا، من زيادة الرواتب، إبعاد هذا التمييز وإلى ما هنالك. والعنصر الأهم الذي حققه أهالي منبج هو إرادتهم، مكنتهم من الضغط على القوات قصد، على حتى التحالف الأمريكي الداعم لقوات قصد، وهذا هو المعطى الأهم، بمعنى أن أي قرار سوف يكون مرفوضا شعبيا في تلك المنطقة يستطيعون تحديه عبر هذه المظاهرات والاحتجاجات التي بقيت حوالي 7 أو 8 أيام سلمية بالكامل، أي أنهم لم يعتمدوا إلى مقاومة شعبية وإلى ما هنالك من قوة عشائر. وأساسا المكون الأساسي في منبج هو مكون عشائري بامتياز، يرتبط أساسا بالعشائر الموجودة في حلب وحتى في العشائر الموجودة في منطقة شرق الفرات. اسمح لي محمد أن أنتقل إلى عباس الصباغ مراسل الميادين. عباس، بالجيل المفقود يوصف اللاجئ السوري الذي ولد خلال الحرب على سوريا تحديدا في لبنان، هل من جديد على صعيد هذا النقطة وهذا الملف بين البلدين، بين لبنان وسوريا؟ نعم رانا، يعني الحوار المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية للأسف غير موجود. كان هناك حوار عبر وزراء يعني الشؤون الاجتماعية أو وزراء النازحين، إن كان صالح الغريب أو الوزير مشرفي والذي شارك في مؤتمر عودة النازحين. التواصل الرسمي على مستوى حكومة لا يوجد، لكن هناك يعني لدى اللاجئين رغبة بالعودة خاصة إلى المناطق الآمنة. ربما التجنيد الإجباري في منبج قد يكون عائقا أمام عودة أو يعني يحد من اندفاعة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، لكن المطلوب من لبنان كان هناك مبادرة روسية ترنحت، لكن كل يعني الرئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، وزراء في الحكومة وحتى رئيس الحكومة حسان دياب حكومة صيف العمل يحبذون التواصل مباشر. طبعا كان هناك فيتو من السعودية ومن بعض الدول ومن حكومة سعد الحريري التي ترفض التواصل مع الحكومة السورية، لكن بعد الانتخابات الأخيرة رانا في لبنان وتدفق يعني عشرات آلاف النازحين السوريين لانتخاب الرئيس بشار الأسد قد غير بعض المزاج لدى بعض القوى التي باتت تطالب هي بإعادة النازحين، كانت تريد أن تستثمر في هؤلاء النازحون في لبنان كونهم معارضين للنظام كما كانت تعتقد. وعندما انتخبوا عام 2014 وفي هذا العام ورأوا بأن هؤلاء النازحون لا، مع النظام ومع الدولة السورية، باتوا يطالبون بإعادتهم لكن يرفضون التواصل الرسمي علما لدينا سفير لبناني في دمشق وسفير سوري في لبنان ولا شيء يمنع التواصل المباشر. أعود إليك محمد الخضر، يعني قلت بأن الحركات السلمية في منبج حققت الكثير، كيف يمكن لها أن تحقق على الحراك شرقي الفرات بوجه الأمريكي والإدارة الذاتية على حد سواء؟ يمكن ذلك من أكثر من جانب. أولا الوجود المجتمعي في منطقة منبج ومحيطها، وهي بالاسم منطقة لكنها في الواقع هي ممتدة جدا بالمعنى السكاني وبالمعنى الجغرافي، هذا الوجود هو متشابه، بمعنى أن العشائر العربية من الحدود السورية العراقية أقصى شمال شرق الحسكة وحتى حلب هو نفس المكون العشائري، لذلك التداخل والترابط هو كبير بين هذه المجموعات السكانية. الجانب الآخر نفس المطالب ونفس المظالم، هناك في الرقة أو في ريف دير الزور الشرقي حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية أو في ريف الحسكة، هناك أولا رفع لأسعار المشتقات النفطية وفقدان هذه المشتقات، ومن المعروف أن الثروات السورية الأساسية النفطية موجودة في تلك المنطقة، هذا يؤثر على الطرفين. هناك محاولة فرض منهاج باللغة الكردية على الطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهذا محاولة تغيير تاريخ وثقافة هذا المجتمع في المنطقتين. ثم هناك جانب يتصل بالتجنيد الإلزامي، وهي عقدة كبيرة تواجه ملايين السوريين الموجودين في منطقة شرق الفرات أو منبج. هذا التداخل الكبير في الواقع وما نجح فيه سكان منبج سوف ينعكس بالضرورة على سكان تلك المناطق. وأساسا الحراك الشعبي في ريف دير الزور أو في الحسكة هو أقدم من منبج، لكنه لم يثمر كما أثمر في هذه الهبة السريعة التي جاءت في منبج والتي يتوقع في الواقع كمبدأ الأواني المستطرقة أن تؤثر بالفعل ما جرى في منبج مباشرة على هذه التحركات، لأنها يعني أثبتت أنها مجدية في تحقيق مطالب شعبية ويومية ومطالب معيشية ومطالب تتصل بالهوية عندما نتحدث عن المنهاج الدراسي الذي تفرضه قصد والإدارة الذاتية على المكون العربي في تلك المنطقة. نعم. طيب،
اشتد أزمة تنفرجي سؤال يطرح في لبنان على ضوء تفاقم الأزمات المركبة في البلاد، أزمات يظهر جانب منها عبر الطوابير المتزايدة أمام محطات الوقود، واقع دفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى تأكيد أن خيارات استيراد الوقود من إيران مطروحة إذا عجزت الدولة عن تأمين الحل، فيما وافق العراق على زيادة الدعم النفطي للبنان. منذ سنوات وإيران تبدي استعدادا لمساعدة لبنان ومده بالمحروقات مقابل آلية مرنة بالدفع وبالليرة اللبنانية. الحكومات المتعاقبة كانت تناور وتتحجج بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وبالتالي ارتأت عدم قبول العرض الإيراني، بيد أن لنقابة أصحاب محطات الوقود رأي آخر. نحن مين ما يجيب بضاعة لبنان وإيش بيتنا نتشكر، وهي القرار بيرجع للدولة اللبنانية، ما بيرجع للنقابات ولا لإلنا. نحن همنا الوحيد تكون البضاعة متوفرة كرمال السوق يكون مرتاح والمواطن اللبناني يكون مرتاح كذلك. لا، لبناني ما بينزل بهالطريقة. انتو مش بني آدمين أبدا، لو كنتوا بني آدمين ما بتعملوا فينا هيك. يا عيب الشوم عليكم. يجيبوا من عند العفاريت من أي بلد، بس ممكن في يجيب بنزين يتصرفوا. هذه المعاناة دفعت بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى دعوة الحكومة مجددا لاستيراد النفط من إيران. بواخر بنزين وبواخر مازوت ونجيبها على مينا بيروت، وخلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال البنزين والمازوت إلى الشعب اللبناني. حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب وبعد طول انتظار وافقت على التفاوض مع العراق الذي سيقدم 1,000,000 طن من الفيول لبيروت. نعرف أن لبنان تمر بظروف غير عادية، ولذلك القرارات التي يصوت عليها مجلس الوزراء بصدد هذا البلد الشقيق قرارات سريعة وتنفذ مباشرة. لبنان المحاصر بقرار أمريكي ينوء تحت أعباء أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع استمرار الانهيار في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار وتراجع الحلول والتلكؤ في تأليف الحكومة. مشهد إذلال اللبنانيين يتواصل، مئات السيارات تصطف أمام محطات الوقود لتعبئة خزاناتها بعشر لترات من البنزين. كل ذلك والطبقة السياسية منشغلة بمواضيع أخرى، وبعضها سارع إلى رفض العرض الإيراني على الرغم من أنه حل للأزمة المستعصية. كل ذلك يؤكد أن الحصار الأمريكي مستمر للبنان ما لم يقدم تنازلا. عباس صباغ، بيروت، الميادين. عباس الصباغ، بداية سأسأل، ما حدود العوامل الداخلية والخارجية فيما يعيشه اللبناني يوميا من أزمة في الوقود وأيضا في النفط؟ يعني الأزمات في لبنان متشعبة، لدينا أزمة وقود، أزمة دواء، أزمة طحين لاحقا، أزمة مواد غذائية. هي صحيح أن هناك أسباب داخلية وهي نتيجة السياسات المتعاقبة للحكومات التي استلمت السلطة التنفيذية منذ توقيع اتفاق الطائف، أي منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي. هناك هندسات مالية، هناك إصرار على تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ريعي، ضرب القطاعات الإنتاجية، هي كانت سياسة ما يعرف بالحريرية السياسية في التسعينات واستمرت بعد العام 2005. أما العوامل الداخلية فواضح بأن الدول التي كانت عادة تمد يد المساعدة إلى لبنان، إن كان الدول الغربية وفرنسا عبر مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وصولا إلى مؤتمر سدر الذي جمدت أمواله 11 مليار دولار تم تجميدها، أقرت في نيسان أبريل عام 2018. طبعا كان للحريري سعد الحريري مصلحة في إقرارها قبل الانتخابات التي جرت في أيار مايو من العام 2018، لكن حتى اللحظة هي مجمدة. أتى انفجار مرفأ بيروت، كان هناك يعني رفض غربي وعربي لتقديم أي مساعدة، وبالتالي حصار غربي أمريكي، وكان المقابل هو تنازلات إن كان في السياسة بما يخص العدو الإسرائيلي أو فيما يخص النفط والغاز في بحر لبنان. طبعا الأسباب الداخلية واضحة، هي فساد متراكم، يعني أكثر من مسؤول لبناني يتحدث عن هذا الفساد، كان آخرهم السيد حسن نصر الله تحدث عن 30 عاما أو 40 عاما من الحكم الذي تسبب بهذا الهدر والفساد، والخارج الذي يرفع سيف العقوبات على شاكلة حصار للبنان وهو بدأ واضحا، وحتى يعني رانا لا تصل أي مساعدة إلى الحكومة اللبنانية حتى بعد انفجار بيروت، إنما تصل إلى ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني، وهذا دليل على استمرار هذا الحصار.
مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله، يعني حكي كثيرا في الآونة الأخيرة عن النفط العراقي مقابل الطبابة أو العلاج اللبناني. اليوم هناك دعم نفطي للبنان، في أي إطار يمكن وضع هذا القرار، خصوصا بأننا نتحدث عن زيادة مضاعفة؟ نعم رانا، طبعا ذلك سبقه زيارات وتنسيق كان بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في عدة زيارات سابقة، وهذا طبعا ضمن المشتركات بين بغداد وبيروت وسعي عراقي أيضا لمحاولة سد ما يمكن من ثغرات تركها المنسحبون العرب من تفعيل الوضع الاقتصادي بلبنان. طبعا حسب المعلومات كانت هناك زيارات متعددة، آخرها منذ أيام كانت لمدير العام للأمن العام اللبناني وكذلك الوزير يمون غجر، وتم مضاعفة الكمية يعني تقريبا 1 مليون طن إلى ما يعادل 7000 برميل. هذا طبعا وفق المعلومات يكفي لمعامل الكهرباء في لبنان 6 أشهر، يتم التجديد كل 6 أشهر ويتم التجديد سنويا بعملية مخالصة، سواء عبر تقديم يعني عملية تبادل تجاري بين العراق ولبنان، أيضا فتح السوق العراقية أمام المنتجات اللبنانية أو السياحة العلاجية. وطبعا بالنسبة لبغداد ضاعفت هذا لأن هناك نية عراقية حقيقية لأن يكون لبغداد دور فعلي طالما أن هناك إمكانية وأن هناك منفعة متبادلة. طبعا المخالصة بالمناسبة فتح ملف وفتح اعتماد في البنك المركزي العراقي بانتظار أن يفتح أيضا اعتماد في المصرف اللبناني المركزي من أجل أن تتم عملية المخالصة سنويا بمراجعة بين وفدين يمثلان البلدين، هو منجز تقريبا لمدة عام. عملية الدور توسيع الدور العراقي هو ضمن منهج عراقي لاعتماد سياسة خارجية أوسع، وربما وجدت بغداد في الساحة اللبنانية هو المكان الأنسب والنموذج الأمثل الذي يمكن لبغداد فيه أن تبدأ بسياسة خارجية جديدة تعكس موقفا عراقيا في الشأن العربي. اسمح لي عبد الله أن أعود مجددا إلى عباس الصباغ. عباس، أي انعكاس يمكن أن يكون بنتيجة التلويح بخيارات بديلة؟ يعني رانا، فقط استقبالا لما قاله الزميل عبد الله يعني حول التراجع العربي في دعم لبنان والتقدم العراقي، يعني لبنان كان ينتظر عاده سواح من الامارات وغيرها، الان السواح الاماراتيون يذهبون الى نهريه والى فلسطين المحتله، اما المساعدات الصادرات اللبنانيه كانت تذهب الى السعوديه، السعوديه منعت الصادرات اللبنانيه بشكل كامل. يعني التلويح بخيارات بديله، يعني منذ اكثر من 10 أعوام كان هناك عروض إيرانية وصينية وعراقية على الدولة اللبنانية. طبعا التذرع بالنسبة لإيران كان دائما بالعقوبات لأن إيران تخضع لعقوبات وبالتالي يستطيع مصرف لبنان التعامل مع طهران. لكن اليوم عندما نرى آلاف السيارات، لا بل عشرات آلاف السيارات على طول المناطق اللبنانية، وهذا الإذلال وهذه الصرخة التي سمعناها من أحد المواطنين وهي صرخة في كل المناطق اللبنانية، وهذه يعني رفع الدعم الذي يهدد يعني أكثر من 70% من الشعب اللبناني، الخيارات البديلة هي متاحة. طبعا السيد نصر الله عندما تحدث عن الاستيراد، إذا الدولة لم تستورد، الدولة اللبنانية لن تستورد من طهران، يعني الدولة اللبنانية رغم كل العروض الإيرانية السابقة وحتى العروض الصينية، مستغرب أن لا يقبل عرض صيني بتفعيل معامل كهرباء في لبنان، ونتحدث عن الصين. قبل 12 عاما قدمت روسيا طائرات ميغ للبنان، رفضها لبنان يعني، وهذه روسيا، ولا نتحدث عن إيران التي ترزح تحت العقوبات. هناك منهج سياسي معقد بلبنان لا يزال يدين للغرب بشكل أو بآخر ويراعي المصالح الغربية. الجيش اللبناني عندما يستلم سلاحا ويقتل جندي إسرائيلي في على الحدود، تحقق واشنطن في الرصاصة ما إذا كانت من الرصاص الذي أرسلته للجيش اللبناني، وبالتالي يعني هناك خضوع لهذه الإدارة الأمريكية، هذا خضوع غير مفهوم. هناك شعب يجوع، شعب يؤن بسبب السياسات المالية المدعومة كانت من أمريكا ومن الغرب، واليوم هناك بديل من إيران. نعم الشعب اللبناني لن يرفض البنزين الإيراني، وسألنا المواطنين اليوم قالوا يأتوا من أين شاءوا، يأتوا بالنفط بالبنزين وبغيره، لأن الإذلال بهذا الشكل لشعب في القرن 21 هو غير مقبول. طيب
القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح إلى الحرية مجددا بعد إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة ضده. هل وصلت القضية إلى خواتيمها بعدما تجاذب أطرافها القضاء والسياسة في العراق؟ وكيف انتهت هذه الجولة في ميزان الربح والخسارة؟ أفرج عن قاسم مصلح واحتفي به ببغداد وعند وصوله لمدينته في كربلاء. ملف الاعتقال تحرك في زوايا السياسة العراقية أكثر من تنقله في أروقة القضاء. طرف التطور اثنان، كلاهما يمثل الدولة العراقية، لكن ولأنها حالة عراقية فإنها كانت أزمة ملف أكبر من عنوانه. اعتقل قاسم مصلح وفق الرواية الحكومية الرسمية لأسباب قضائية لا شأن للحكومة بها، واعتقل مصلح وفق رواية الفصائل المعلنة والحشد الشعبي وإن لم يعلن لأسباب سياسية أكثر منها قضائية. والطرف الأخير أقرب لتقديم رواية مقبولة بدلالة عنوان إخلاء سبيل مصلح والذي كان عدم كفاية الأدلة. الأدلة كذلك كانت في الروايتين مختلفة، فقد سيق اعتقال الرجل لأسباب تطورات أمنية نافرة واتهامات بالوقوف وراء تصفية ناشطين، بينما اعتبر أنصاره أن سبب إصدار مذكرة الاعتقال وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لموقف الرجل من الوجود الأمريكي، وزاد بعضهم أنها تتصل بهجمات طالت الجيش الأمريكي في الأنبار حيث مسؤولية مصلح العسكرية والأمنية. في الحالة العراقية عموما تتشابه قراءة الشارع مع قراءة الساسة، ولأن في ملف الرجل روايتين فقد انقسم الشارع والساسة إلى جبهتين، من يرى فيه مظلوما اعتقل لجس نبض الإقدام على خطوة أكبر تجاه الحشد، ومن يرى فيه مسؤولا يحق للحكومة مساءلته عن شكاوى بحقه، ما يعني أن الأمر سحب إلى نتيجتين لدى الطرفين. فإن كان مصلح معتقلا لأسباب قضائية فها هو القضاء قد برأ ساحته، وإن كان الاعتقال سياسيا فقد اتضح من الذي ربح الجولة ومن خسرها. على أنه لا يمكن غض الطرف أن أحداثا كهذه من قبيل جس النبض لمدى قوة الفصائل تتصدر مشهد العلاقة بين الحكومة والفصائل بين الحين والآخر، يلتبس فيها القضائي بالسياسي. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. عبد الله بدران، يعني بين الاعتقال والإفراج وما بينهما من حوادث أمنية وأيضا روايات متعددة، كيف يقرأ المشهد ككل؟ المشهد يقرأ سياسيا رانا، بمعنى أن هناك مذكرة قبض وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب اتهمت فيها عائلة الناشط في حراك تشرين من أبناء محافظة كربلاء إيهاب الوزني، اتهمت قاسم مصلح بأنه من يقف وراء هذه العملية أو اشترك بعملية الاغتيال. لكن من المفترض وفق السياقات القانونية عندما يتم اتهام مسؤول سواء عسكري أو غير عسكري في الدولة ويتم إصدار مذكرة قبض، يجب إعلام الجهاز الأمني الذي يتولى مسؤولية أمن المؤسسة التي يتبعها المتهم. ما حصل أن قاسم مصلح قد تم اعتقاله مع ابنه وسائقه بعملية نفذتها لجنة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية العراقية. هذه اللجنة يقدمها أنصار الحكومة على أنها السيف الذي سيتم به قطع الطريق أمام كل القوى السياسية العراقية التي استثمرت اقتصاديا في الحالة العراقية ما قبل تشرين 2019. يقابلهم طبعا جمهور الحشد والفصائل وأنصارهم بأن هذه اللجنة هي ضمن عمل سياسي يستهدف الخصوم السياسيين بأوراق قضائية. ما حصل هو عملية التنفيذ لم تكن وفق السياقات القانونية، لذلك وجد أنصار الحشد، وجدت الفصائل وحلفائهم أن ما حصل من عملية اعتقال هو تنفيذ عملي لعملية استهداف، بدلالة أن الرجل قد نفذ اعتقاله عبر لجنة تتبع الحكومة متهمة بأنها تستخدم لاستهدافات سياسية، وأن ذلك ليس من مهمتها. طبعا القضاء العراقي أصدر إيضاحا أنه لم يقدم أي دليل على تورط مصلح في عملية الاغتيال،
وأثبت بالدليل القاطع أن جواز السفر يؤكد أنه كان خارج البلاد ولم يشترك بالتحريض ضد الناشط إيهاب الوزني. عملية الاعتقال وما رافقها أججت الخلافات الموجودة أصلا بين الحكومة والقوى التي تخالفها. سوف أعود إليك عبد الله بالتأكيد لنستكمل هذا الفكرة التي يعني أنهيت بها. محمد الخضر، أي دور لعبتها القوات الرديفة في مواجهة الحرب على سوريا وفي الدفاع عنها؟ رانا، لعبت دورا كبيرا. مصطلح القوات الرديفة هو يضم المجموعات التي حملت السلاح مؤازرة للجيش السوري. كما تعلمين في عام 2013 و14 بلغت الهجمات على مؤسسات الدولة السورية، على مواقع الجيش السوري ذروتها. كان هناك يعني بالإحصاء حوالي 1800 نقطة مشتعلة على امتداد الجغرافيا السورية. هذا تطلب دخول الأهالي أو دخول مجموعات حملت السلاح للدفاع عن هذه المؤسسات. برز بشكل أساسي الدفاع الوطني، وهو تحول إلى مؤسسة كاملة ومتكاملة وضم عشرات آلاف المقاتلين الذين بدأوا بحماية الأحياء والمناطق، ثم تحولوا إلى عمليات عسكرية إلى جانب الجيش السوري في التثبيت والهجوم والاقتحام. وتتالت في الواقع مجموعات نسور الزوبعة، مجموعات كتائب البعث، مجموعات صقور الصحراء، ومجموعات كثيرة في الواقع يعني عددها كبير جدا، شكلت رديف أساسي للجيش السوري. وبالفعل في عمليات اقتحام وعمليات تصدي أساسية في معارك القلمون، في كسر حصار عند دير الزور، في معارك حلب، وفي معارك الجبال الساحل السوري، جبال اللاذقية تماما، في معارك في البادية السورية، في حقول شاعر النفطية، لعبت القوات الرديفة للجيش السوري دورا كبيرا، وتكبدت آلاف وربما عشرات آلاف الشهداء والمصابين خلال هذه المعارك. هي تجربة في الواقع فرضتها طبيعة الحرب على مؤسسات الدولة السورية، وأثبتت نجاعتها ودور هذا المكون المسلح دفاعا عن الدولة السورية ومؤسسات الدولة السورية. أعود إليك عبد الله بدران. في الواقع هناك تجذبات يعني لا تخفى على أحد في العراق وحسابات، فعليا من ربح هذا الجولة ومن خسرها؟ ربحها الحشد الشعبي هذه الجولة، على اعتبار أن هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها الجولة. هناك قناعة ثابتة لدى الفصائل ولدى الحشد ولدى أنصار الطرفين أن ما يحصل هو عملية استهداف سياسي. يبدأ بتظاهرات تشرين، هكذا ينظرون، وليس انتهاء بدور الحكومة التي دائما ما يصرون على أن دورها يجب أن يكون محصورا بالتهيئة لانتخابات نيابية مبكرة، بالثلاثية المعروفة، التهيئة لانتخابات نيابية مبكرة، إدارة الملف الاقتصادي وإدارة الملف الأمني. وطبعا هذا بالنسبة لها، خلا دور الحكومة الذي تعهدت على نفسها به، وهو الكشف عن قتلة المتظاهرين والتحقيق وكشف الأسماء وتنفيذ عمليات الاعتقال والتهيئة لأجواء انتخابية يجب أن تكون مقبولة وفق أقرب المعايير على الأقل من كل الأطراف السياسية العراقية. الجولة الأولى التي حصلت هي عملية اعتقال خلية البعيثة، ما يعرف بخلية البعيثة وما نتج عن ذلك طبعا، وتاليا عملية اعتقال قاسم مصلح، على اعتبار أن العملية نفذت عبر ما يمكن وصفه بالذراع الأقوى للحكومة العراقية، وهو لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف. وبالتالي برغم طبعا نحن نتحدث هنا رانا عن جو عام ووسائل التواصل الاجتماعي وصراع بين الجبهتين، جبهة مصلح وجبهة أبو رغيف وأنصارهم، مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة محتدمة، وطبعا مع ما يضخ من أخبار بأغلبها غير دقيقة، تشنج الوضع في الحالة العراقية. وطبعا يتوقع أن تكون هناك ملحقات بهذه القضية من قبيل رفع الدعاوى على من اتهم مصلح أو من روج أو إلى آخره. عمليا هي خسارة، بمعنى هناك من يوجه اللوم للحكومة، إن كانت هناك بالفعل أدلة على تورطه فلما تم الإفراج عنه، وإن لم يتوفر هذا الدليل القاطع لما أصلا تم تنفيذ عملية الاعتقال وتوتير الأجواء. هذا الأمر يتوقع رانا أن يتصاعد وإن كان بنسب مختلفة مرورا وصولا إلى الانتخابات النيابية المبكرة التي عاد الحديث عن تأجيلها ربما، أو الذي أصبح واردا عند لدى قوى سياسية أو مقبولا لدى قوى أخرى وفاعلة. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران، وشكرا أيضا موصول لعباس الصباغ ولمحمد الخضر. فاصل نحلل بعده قضية اليوم.
إقرار خبراء إسرائيليين بهزيمة تل أبيب في معركة الوعي ليس تفصيلاً. هؤلاء يعرفون أن حسابات الميدان العسكري شيء وتبعات الميدان النفسي شيء آخر. هي معركة أعمق وتبعاتها أبعد، والخسارة فيها لا تقل استراتيجية عن نظيرتها الميدانية. كما أن الهزيمة هنا تكتسب بعداً آخر في ظل السطوة الإسرائيلية الإعلامية الواسعة. فكيف يمكن لآلة الدعاية الإسرائيلية التي تتحكم في كثير من تفاصيل المشهد الإعلامي حججا أو تركيزا أن تجد نفسها في الموقع الذي وجدت نفسها فيه خلال معركة سيف القدس؟ وإلى أي مدى تحتفظ اللوبيات الإعلامية المدعومة من إسرائيل والغرب بقدرتها على التأثير في الرأي العام العالمي؟ وهل يمكن الاستمرار في معركة تزوير الوقائع والحقائق؟ باهتمام كبير يتعاملون في تل أبيب مع تبعات العدوان الأخير على غزة. عدوان سجل وفق مراقبين إسرائيليين انتصارا لفصائل المقاومة الفلسطينية في ميدان الحرب النفسية والحرب على الوعي ضد إسرائيل. العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي سمي حارس الأسوار يختلف كثيرا عن كل جولات القتال التي خاضتها إسرائيل ضد القطاع. خلاصة خرج بها كثير من المراقبين في إسرائيل، ولا سيما ما يتعلق منها بقدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على الضغط على إسرائيل طوال العدوان وبعده، وصولا إلى ممارستها حربا نفسية ضد إسرائيل وجبهتها الداخلية. حماس مستمرة في الحرب النفسية وتحاول تقليص إنجازات إسرائيل في عملية حارس الأسوار. قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين تحدث بوضوح عن الأهمية التي يوليها الجيش الإسرائيلي للانتصار في إطار المعركة على الوعي، وهو ما قدر محللون أن إسرائيل لم تنجح فيه، ولا سيما أن آلة الحرب المتطورة للجيش الإسرائيلي ومنظومته الاعتراضية لم تمنع وفقا لهم أيام القلق من التغلغل إلى نفوس الإسرائيليين وتبعاتها النفسية العميقة. يوجد في الواقع هنا حربان، الحرب العسكرية والحرب على الوعي، وفي الحرب على الوعي لدينا ما نفعله. الخطير برأي خبراء هو أنه في الوقت الذي من غير الواضح فيه إذا ما كانت إسرائيل تستطيع أن تهزم فصائل المقاومة الفلسطينية في ساحة المعركة، فإنه من الواضح أن تلك الفصائل قد هزمت إسرائيل في ميدان الوعي. هزيمة عبر عنها مفتش عام الشرطة الإسرائيلية السابق روني الشيخ بالقول إنه في لعبة الوعي أنتجت فصائل المقاومة صلة وثيقة بين القدس وغزة، وأنه كلما ترسخ هذا الوعي أصبحت المشكلة أصعب، على أن الأخطر وفقا له هو عودة مصطلح بيت العنكبوت الذي أرساه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الخطاب، الأمر الذي يمثل بحسب الشيخ تهديدا استراتيجيا إسرائيل في العصر الحديث، حيث كل شيء يتمحور حول الوعي. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. ناصر، إذا ما أردنا بداية أن نلخص كل الكلام الإسرائيلي الذي قيل في مخص معركة الوعي خلال الأحداث الأخيرة، إن كان من هبة وإن كان من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول بأنه مرت الهزيمة الإسرائيلية بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الصدمة، المرحلة الثانية فشل بنك الأهداف، المرحلة الثالثة ارتداد الأمر عليهم وفقدان السيطرة بشكل كامل على المعركة. وفق هذا الموضوع هناك خلل كبرى مثل كرة الثلج في إسرائيل، ابتداء من تسمية العملية حارس الأسوار، وهو لم يحرس الأسوار أبدا، لأنه أول ما انقصف القدس، ثانيا الإعلام، ثالثا الصورة، ورابعا التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت المعركة داخل البيت، ما حدث في اللد ورملة وكافة المناطق. هذا يعطينا مؤشر بأننا نحن أمام شكل مختلف من أشكال المعارك، شكل مختلف. لأول مرة إسرائيل لا تملك السيطرة على الأمور. أما فيما يتعلق بهدم الأبراج والبنايات في قطاع غزة، فحتى اليهود استنكروا ذلك.
العالم كله استنكر ذلك، وبدت إسرائيل على حقيقتها متوحشة همجية، تفرض العقوبات القاتلة على الأطفال وعلى النساء وعلى المدنيين، وهي فاشلة في ملاحقة المقاومة الفلسطينية داخل الأنفاق أو فوق الأنفاق. ثم دخول المعجزة فقط منعت أن يكون هنالك عدد كبير جدا من القتلى الإسرائيليين، خصوصا بصاروخ الكورنيت كما تعرف في إيران. إذن نحن أمام معركة مختلفة تماما. سوف أسأل عن هذه المعركة واختلافها ناصر بالتأكيد. قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية، يعني قاسم، عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن معركة الوعي ماذا يعني؟ يعني عندما يتحدث الجيش لا يقصد الوعي في فلسطين المحتلة، ولا وطبعا لا يقصد في المنطقة العربية. دور الجيش بما يسميه مسألة الوعي هو الدفاع عن الجيش في العواصم الغربية تحديدا، والرد على أسئلة والهواجس حول مسألة يعني قتل المدنيين، حول العمليات الفاشلة. هو طبعا لا يستطيع أن يدعي بأن إسرائيل حققت إنجازات رغم كل يعني نتنياهو وكل هذه الهيصة، إنما يستطيع إلى حد كبير مع هذه الدوائر الأمنية والشرطة في هذه المناطق، خاصة في أوروبا وفي أمريكا، أن يبرهن أو أن يقنعهم وهم مقتنعون سلفا بأن جيش الإسرائيلي هو حمامة السلام، وأنه وفر الكثير من القتلى وحاول قدر الإمكان بأن لا يقتل المدنيين، وأنه دافع طبعا في مسألة الحرب ضد الإرهاب. وهذه يعني بيت القصيد التي تقتنع بها كل هذه الدوائر. وهذا الأمر يعني يقدم بعض المساهمات للجيش في العلاقة المباشرة مع الدوائر الأمنية. مثل بسيط، الأمس كان هناك مجموعة الخطوط السوداء بلاك لاين صنعوا أو علقوا جدارية تشكيلية على شوارع باريس. مباشرة الشرطة بعد منعتهم أوقفت الناشطين والفنانين التشكيليين وأوقفتهم عن العمل. وفي اليوم التالي رابطة الدفاع اليهودية هاجمت الجدارية، طبعا بإعاز من إسرائيل والصلة المباشرة مع الشرطة. هذه الرابطة اليمينية المصنفة في الولايات المتحدة بأنها إرهابية يمينية سامحتها الشرطة، ولم نجد أبدا في الإعلام الفرنسي أي إشارة لهذا الحادث رغم أن هناك ضجة. هذا ما يفعله الجيش في تزييف الوعي. محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج. محمد، يعني إسرائيل تركز على الجانب الإعلامي كثيرا، أي إشارات يمكن المرور يعني عليها للحديث عن هذا التركيز؟ تحياتي رانا. بداية، عندما تقترن الرواية التاريخية الضعيفة المزورة والهشة وغير المتماسكة مع جمهور منهك نفسيا ومرتعش ومرتعب وغير مؤمن بقضية، يكون الناتج أن يحاول هذا الكيان أن يبني أسوارا سميكة جدا من الحماية الإعلامية، من الحجب الإعلامي، وذلك من خلال محاولات تقييد الخبر، تقييد المعرفة، تقييد المعلومة، تقييد الإصدارات البحثية والفكرية وما إلى ذلك. واحدة من الأمثلة على سبيل المثال، عندما صدر عام 2006 كتاب اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية للكاتبين جون ميرشايمر وستيفن وولت، كان رد الفعل الإسرائيلي واضح، أنه أعلن حالة طوارئ ودفع عدد كبير من الأقلام المأجورة والمثقفين في كل المناطق التي تحيط فيه وتدعمه لكي يواجهون الذي ورد في هذا العمل البحثي، في هذا العمل الفكري. ضغطت على جامعة هارفارد أن لا يوضع اسمها على الكتاب، ضغطت على مجموعة كبيرة من المجلات أن لا تنشر هذه الدراسة، وكان منها على سبيل المثال مجلة الأتلانتيك. في نفس السكة، في نفس السياق، هي تحاول مواجهة أي إصدارات حتى لو تخرج من داخل البيئة الغربية، من داخل البيئة اليهودية، مثل أعمال المؤرخ إيلان بابي. يمكن القول إذا لاحظنا أو إذا قمنا بجولة سريعة وبسيطة على سبيل المثال على الموقع الإلكتروني كامبس ووتش، أنها تحاول أيضا مطاردة الآفاق الأكاديمية. بالمناسبة، في هذا الموقع المدعوم من اللوبي الصهيوني هنالك بنود خاصة على
سبيل المثال professors to avoid، بمعنى الأكاديميين الذين يجب تجنب رواياتهم. هنالك قائمة حقيقية بأسماء أكاديميين عرب وفلسطينيين وإيرانيين يواجهون الرواية والسردية الإسرائيلية الصهيونية، توضع أسماءهم وكأنها توضع على لائحة اغتيالات. فبالتالي هذه الملاحقة سواء في المواقع الإلكترونية، في الجانب الأكاديمي الذي يشكل ألم كبير للوبي الصهيوني، هذا يدل على أن الكيان الصهيوني يعيش حالة رعب من الفضاءات الأكاديمية والإعلامية التي تفضح روايته المزورة. أعود إليك نصر اللحام، قلت بأن هذه الجولة مختلفة عن سابقتها، ما الذي يجعلها كذلك ولماذا هزمت عن جد إسرائيل في معركة اللاوعي كما يقول الإسرائيليون أنفسهم؟ الذي حدث كبير جدا. أنا أريد أن أقول بأن إسرائيل لم تقبل بالنتيجة، وبالتالي هذه الصفحة لم تطوى، هذه المعركة لم تنتهي، هذه المعركة مستمرة. إسرائيل تعصر نفسها 1000 مرة في الساعة من أجل أن تبحث عن أي إنجاز، فلا تجد بينما المقاومة الفلسطينية تلملم إنجازاتها من كل المجالات. خسارة إسرائيل للميدان يرافقها خسارة الجبهة الداخلية، والنتيجة سقوط نتنياهو، يؤدي ذلك إلى خسارة إسرائيل للعالم ثم خسارة دول التطبيع. لماذا تختلف هذه المعركة عن باقي المعارك؟ لأن هذه المعركة أعادت مفاهيم اعتقدت إسرائيل وحتى اعتقد الفلسطينيون أنها ولت. اليوم الحديث عن فلسطين من البحر إلى النهر، إسرائيل لا تسويات معها، إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، والأهم بذلك أنها طوت أوسلو معها. اليوم هذا الصراع مع الاحتلال والمستوطنين صراع وجود وليس صراع حدود. ما يفعله المستوطنون باب العمود وبالشيخ جراح يعني أنهم يريدون أن يقتلعوا الفلسطينيين ويرموهم في البحر، فجاء الرد من النهر إلى البحر. أذهب إليك قاسم عز الدين، هل يمكن القول بأن انتصار المقاومة فعلا قلب الرأي العام العالمي، وهل يمكن الحديث أيضا عن انهزام لوبيات الإعلام؟ انهزام لوبيات الإعلام هو انهزام في معركة وليس انهزام في حرب. أما انقلاب الرأي العام هذا بدون أدنى شك، أي انتصار عسكري، وهذا الانتصار المدوي وهو انتصار تاريخي في غزة، هو الذي أدى إلى تغيير رأي العام العالمي بشكل عام، وخاصة يعني أدى إلى فعالية كبيرة لأحرار العالم. الانتصار السياسي أيضا يؤدي إلى تغيير الرأي العام. بنهاية المطاف الجمهور الواسع هو يدرك، حتى قبل الآن يدرك في أوروبا بشكل خاص، يدرك أن إسرائيل هي دولة احتلال ودولة قمع إلى آخره، لكن لم يكن عنده أمل بأن تحركها أو تعبيره عن رفض هذا الاحتلال مجدي. الآن ارتفعت المعنويات إلى السماء، والمؤيدون لإسرائيل لم يستطيعوا أن يتحركوا. نيويورك على سبيل المثال هي مدينة يهودية لم تحدث فيها أي نشاط وأي تعبير. لماذا؟ لأن المؤيدين لفلسطين معنوياتهم عالية جدا، والمؤيدون لإسرائيل محبطون إلى أقصى إلى في الأرض تماما. الأمس اليوم صباحا جو يوف هو معهد أجرى استطلاع مقارنة بين شباط فبراير الماضي واليوم. نعم قصد. شعبية إسرائيل تراجعت 36% في أوروبا. طيب. في فرنسا، بريطانيا، ألمانيا إلى آخره، وهذا دليل على أن هذه النهضة مستمرة، وأن إسرائيل قد تكون عندما تتحدث عن مسألة الوعي لأنها تتعرض إلى ضغط كبير على هذا الصعيد، وأنا أعتقد أنها لا تستطيع أن تواجه الحقائق بالتزوير. محمد فرج، وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال فيسبوك يعني أظهر انحيازها التام لإسرائيل من خلال عمليات الحجب وحذف بعض يعني التعليقات، أي آلية للتعامل مع هكذا منصات ومع انحيازها؟
يعني هنالك طرح لرأيين، الرأي الأول يقول بالمغادرة والرأي الثاني يقول بالمواجهة، ولكن برأيي أن تترك مساحة فيها 2.8 مليار مستخدم فعال، وأن تترك هذه المنصة التي فيها أكثر من 50% في العالم يتلقون الأخبار ويقرؤون الأخبار من خلال هذه المنصة كمنصة بينية تفصل بينهم وبين المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء وسائل الإعلامية الأخرى وما إلى ذلك، المغادرة لا يبدو فعلا حكيما. الفعل الحكيم يبدو هو ما كرس خلال معركة سيف القدس، وباعتقادي أن هزيمة القبة الحديدية تشبه هزيمة فيسبوك. كيف يحدث ذلك؟ القبة الحديدية الخوارزمية الخاصة فيها أربكت بشكل كبير وواضح مع الكم الكثيف والهائل من هطول الصواريخ عليها. هذا واحد من العوامل التي أربكت خوارزمية القبة الحديدية. خوارزمية فيسبوك أربكت مع الكم الهائل من هطول البوستات والمنشورات من العدد الكبير الذي يؤيد القضية الفلسطينية، الذي يعرف أين الحق يكمن في هذه القضية. فبالتالي لم يكن أمام فيسبوك في خلال هذه المعركة إلا خيار واحد، أن تجعل انحياز الخوارزمية في الداخل انحيازا مجنونا، وهذا يضحى بالمناسبة في موقع لا تحسد عليه. هي قدرت حجم الانحياز بنسبة محسوبة جدا، ومع ذلك وضعت في موقف لا تحسد عليه، ولم يكن أمامها خيار إلا أن تدفع بجنون كبير في هذه الخوارزمية، وهو الأمر الذي لم تستطع تنفيذه. ناصر اللحام، في دقيقة واحدة لو سمحت، أوهن من بيت العنكبوت، امتدادات هذا الوهن فعليا أي قطاعات أصاب؟ أصاب كل القطاعات. ودعيني أقول، حين شاهدت نتنياهو يفتح حسابا على التيك توك ويبث مباشر عليه، عرفت بأن المعركة حسمت، وأن أطفال فلسطين وشباب فلسطين انتصروا، وأن تيك توك قصفت فيسبوك كما قصفت المقاومة تل أبيب. حين ترى بأن الاحتلال يحاول أن يبرر وجوده في كل مكان، وترى رئيس الوزراء الذي يقود المعركة يحاول أن يدخل تيك توك ويقنع أطفال صغار بأنه بالسلام، عرفنا بأنه هذه المعركة حسمت بالضربة القاضية لصالح المقاومة. قاسم، أيضا في دقيقة لو سمحت، ما هي بدائل الشعوب في مواجهة السردية الإسرائيلية برأيك؟ يعني عدا الخطاب والتواصل للجمهور الواسع، أعتقد أن الحلقة الأساس هي التواصل المباشر مع الناشطين والجمعيات الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية، وهم الذين يقومون بكل هذه النشاطات. التواصل المباشر والتفاعل والعمل المشترك، وهذا أساس يمكن أن يقلب كل المعادلات. بنهاية المطاف هؤلاء هم بشر، هم ناس من لحم ودم. عندما نتحدث عن نقابة العمال في أوكلاند الذين قاطعوا إسرائيل وتفريغ السفينة، هم بشر، والنقابات العمالية يمكن أن تتفاعل معهم، وأيضا كل الجمعيات BDS وحتى المجموعة التشكيلية التي رسمت الجدارية في باريس، هم أصحاب الفن الملتزم ويمكن التفاعل معهم. محمد فرج، أي أدوات يمكن تطويرها ذاتيا لمواجهة وسائل الإعلام المنحازة لإسرائيل في دقيقة أيضا؟ يعني في مقاومة الوسائل الإعلامية ذات الدعم المالي الكبير، تنسيق العلاقة بين وسائل الإعلام في محور الجنوب وبين وسائل الإعلام المهنية والنظيفة، هذا يتطلب جهدا كبيرا، ويشتمل أيضا نقل الخبرات، مشاريع الدبلجة والترجمة الكبيرة، أن تصبح منصات مفتوحة لحوار حضاري، لحوار ثقافي حقيقي بين هذه الشعوب وبين هذه الجهات. وأيضا من الملفت للانتباه الحديث عن مسائل المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، لا يكفي أن تكون هوية رقمية نماؤها عالي ولها حضور كبير من الإعجابات والمشاركات. المهمة المقبلة هي بناء منصات خاصة حقيقية وبديلة تمثل وتشكل حالة هجرة للجمهور والمتابعين من المنصات الأولى إلى المنصات البديلة والجديدة. شكرا جزيلا لك محمد فرج، وشكرا أيضا موصولي قاسم عز الدين وللزميل ناصر اللحام، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.